أهداف التنمية المستدامة 17 متكاملة، أي أنها تدرك أن العمل في مجال ما سيؤثر على النتائج في مجالات أخرى، وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال التعهد بعدم ترك أي شخص في الخلف. التزمت البلدان بتسريع التقدم لأولئك الذين في الخلف بعد. هذا هو السبب في أن أهداف التنمية المستدامة مصممة لجعل العالم يتحول إلى أصفار في العديد من جوانب الحياة المتغيرة، بما في ذلك الفقر المدقع والجوع والإيدز والتمييز ضد النساء والفتيات. الجميع بحاجة للوصول إلى هذه الأهداف الطموحة. إن الإبداع والمعرفة والتكنولوجيا والموارد المالية من كل المجتمع أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل سياق. تلوث الهواء هو خامس عامل مسبب للوفيات في جميع أنحاء العالم، والمسؤول عن المزيد من الأمراض التنفسية والخمول البدني والعديد من الإصابات بمرض السرطان. وفي كل عام يموت المزيد من الناس بسبب تلوث الهواء، ووفقا لدراسات منظمة الصحة العالمية فما زال العمل جاريا للتقليل من تأثير غاز ثاني أكسيد النيتروجين والتعرض على المدى الطويل لغاز الأوزون على الصحة العامة. جودة الهواء هي عبارة عن حالة الهواء من حولنا، حيث تشير جودة الهواء الجيدة إلى هواء نظيف وواضح وغير ملوث. والهواء النظيف ضروري للحفاظ على التوازن الدقيق للحياة على هذا الكوكب، ليس فقط للبشر وإنما للحياة البرية والنباتية والمياه والتربة. كما تنجم جودة الهواء الرديئة عن عدد من العوامل، بما في ذلك الانبعاثات من مصادر مختلفة طبيعية ومن صنع الإنسان. ما هي جودة الهواء؟ هل هي جيدة؟ هل هي متوسطة؟ هل هي مرتفعة؟ هل هي خطيرة؟ إذن صنفت إلى ألوان، فلأن القراءات العلمية لا يفهمها المواطن أو المقيم، يعني الشخص العامي ما يعرف هذه الأرقام. لذلك وضعت الهيئة العامة للبيئة الأمريكية والعلماء سكيل، اللي هو مقياس لجودة الهواء، وحطوا هذا المقياس بألوان، لون أخضر ولون أصفر ولون برتقالي ولون أحمر ولون أسود. فقالك الأخضر هو اللون الجيد، والأصفر هو أن الهواء متوسط، والبرتقالي الهواء جد قليل ارتفاع التلوث فيه. حتى السكيل هذا احنا كباحثين نعرف ان السكيل هذا حتى لو وصلت للمرحلة الخطر مو معناته ان اللي موجود سام، لكن مرحلة الخطر للناس اللي تعرضون للأزمة او عندهم مشاكل صدر، اذا طلع في الهواء الجوي الطلق من خارج المبنى يجب ان يقلل من نشاطه ويرتدي الكمام فقط. يعني حتى السكيل لم يكون جدا عالي مو معناته انه قاعد يتعرض الى ضرر مباشر، هو ضرر غير مباشر وضرر فقط على الأشخاص الذي شنو عندهم مشاكل صدر وأزمة. تتبع الهيئة العامة للبيئة إدارة رصد جودة الهواء، فهي أحد الإدارات الفنية التي تندرج ضمن قطاع الشؤون البيئية، والتي تختص بمراقبة تراكيز الملوثات في الهواء المحيط، وكذلك مراقبة انبعاثات الملوثات من مصادرها الثابتة والمتحركة من خلال أنظمة وشبكات رصد موزعة في دولة الكويت. حقيقة الهيئة العامة للبيئة هي جهة مراقبة وليس جهة تنفيذ للمشاريع، وبالتالي تعاوننا ومتابعتنا لجميع الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية اللي ترغب في إعداد مشاريع للطاقة المتجددة مثل وزارة الكهرباء والماء أو مؤسسة البترول، حقيقة نقوم بمتابعتها ومعرفة نتيجة هذه المشاريع وش كثر راح تأثر على جودة الهواء. حقيقة مثل ما ذكرت أن عندنا 15 محطة ترصد جودة الهواء كل 5 دقائق. هذه المحطات
لها ماركات معينة من مختلف الدول. طبعا استيرادنا لهذه الأجهزة بعد اعتمادها من منظمات معتمدة خاصة بالبيئة، بعد اعتمادها يتم تركيبها داخل دولة الكويت. ففي الهيئة العامة للبيئة في إدارة رصد جودة الهواء مطلعين على أحدث التقنيات الخاصة في جودة الهواء. احنا حاليا من خلال فريق البحث يعني تواصلنا مع الهيئة العامة للبيئة وطلبوا منا تزويدهم ب30 جهاز، واحنا حاليا في طور ان احنا نركبهم وبحيث ان نكون معاهم في عملية القراءات ومقارنتها بقراءاتهم، وبنفس الوقت يعني ان نساعدهم ناخذ الداتا اللي عندهم عشان والمعلومات اللي عندهم قاعد يطلعونها بحيث ان احنا نطالع ايش كثر مدى صحة قراءاتنا ومدى دقتها. ان الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء الخارجي التابعة للهيئة العامة للبيئة تقوم وبشكل مستمر خلال 24 ساعة بقياس ما لا يقل عن 13 ملوث من ملوثات الهواء، منها 6 ملوثات رئيسية وهي أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد النيتروجين، ثاني أكسيد الكبريت، الأوزون، الرصاص، الجسيمات الدقيقة ذات القطر 2.5 ميكرومتر و10 ميكرومتر. حيث تقوم الهيئة العامة للبيئة بقياس ملوثات الهواء في المحطات 15 التابعة لها، وهي المطلع، الجهراء، سعد العبدالله، الشويخ، المنصورية، نرميثية، السلام، طريق 50 باتجاه المطار، لجرين، لحمدي، لفحيحيل، لشعيبة، علي صباح السالم، 3 محطات. حالياً معهد الكويت للأبحاث العلمية عنده وحدة مختصة لقياس جودة الهواء. الوحدة هذه مكونة من 5 مختبرات. أول مختبر عندنا المختبرات المتنقلة يتم وضعها في أماكن لرصد الملوثات الخارجية. عندنا أيضاً 4 مختبرات أخرى علمية، أحدهم اللي هو تجهيز عينة الهواء وقيام معملين آخرين باستخدامها أو عفواً تحليلها اللي هو باستخدام جهاز اسمه GCMS Gas Chromatography Mass Spectrometer، وعندنا أيضاً Gas Chromatography Flame Ionized Detector. هذيل الجهازين يقومون بتحليل عينة الهواء و يعني استخلاص ما يسمى بالهابس الهازارد اير بلوتنت اللي هو الملوثات السامة بالجو، وهو الجهاز يقيس 189 ملوث. وأيضا عندنا أجهزة أخرى، وعندنا مختبر آخر اللي هو لقياس الضوضاء وتقنية النانو. هذيل كلهم مختبرات مختصة لقياس جودة الهواء طبعا، وعندنا أجهزة راح نعرضها معاكم معرفة ما إذا كان كل جهاز شنو ممكن يقيس عندنا. تلوث الهواء في وقت يتفشى فيه فيروس كورونا يجعل المخاطر التي يواجهها الجهاز التنفسي للإنسان بسبب هذين العاملين تتضاعف بشدة، إذ يعكف الباحثون في الولايات المتحدة حاليا على تجميع أدلة تثبت أن تلوث الهواء أدى إلى زيادة معدلات تفشي وباء كورونا بشكل كبير، وقاد إلى حدوث عدد من الوفيات يفوق ذاك الذي كان يمكن أن نشهده حال كان انعدام الملوثات في الهواء هو الوضع الطبيعي. نيجي للتلوث البيولوجي، وبما أننا في الفترة وعانى العالم كله من فيروس كورونا، فيعتبر فيروس كورونا ويعتبر جميع الفيروسات والبكتيريات هي من الملوثات الهوائية. إذن التلوث الهوائي ليس فقط هو الغازات، حتى كورونا يعتبر تلوث هوائي. لذلك ترى يعني لبس الكمام ونظافة الإيدين هي أحد وقايات التلوث بشكل عام، ومن ضمنها التلوث اللي هو البيولوجي. إذا مثل ما قلنا أنواع التلوث هو فيزيائية، كيميائية، بيولوجية. وعلى خطة التنمية المستدامة لعمل عام 2030 التي تحدد خريطة الطريق لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البشرية وتحقيق الازدهار للجميع. طبعا لكل دولة مقاييسها الخاصة، بالإضافة إلى أن منظمة الصحة العالمية قاعد تصدر تقارير أو معايير معينة
لكن في دولة الكويت على حسب قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 حددنا معايير جميع الملوثات الأساسية والثانوية لجودة الهواء بدولة الكويت. تعتبر دولة الكويت من الدول الرائدة في مجال إنتاج النفط والغاز في العالم، وهذا قد يجعلها عرضة للتلوث البيئي، حيث تحتل المركز العاشر بتلوث الهواء، وذلك حسب تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2011 نتيجة للانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية والكثافة السكانية. حالياً العالم كله قاعد يجتمع على النظر إلى الطاقات المتجددة. إحنا كدولة الكويت دولة بطبيعتها دولة نفطية، نأخذ الوقود الأحفوري ونحرقه في الباور بلانت، وهذا اللي يسبب لنا مشاكل أوقات في زيادة اللي هو النوكس والسوكس في الهواء. لذلك تجه العالم الحين إلى الوقود النظيف اللي هو مثل مشروع الوقود البيئي أو الوقود المنخفض السلفر. أحد الدراسات اللي كان قام فيها المعهد سابقاً وهو دراسة الباور بلانت والملوثات اللي تنتشر منها، وكان من توصيات هذه الدراسة أن وزارة الكهرباء والماء ووزارة النفط تمول الكويت ومحطات الطاقة بوقود منخفض الكبريت، وعلى أساس هذا الدراسات بدأ اتجهت الدولة إلى تكوين اللي هو ما يسمى بالوقود البيئي النظيف، بحيث أنه يتم أخذ هذا الوقود وحرقه في الباور بلانت، لأن هذا الباور بلانت هي احتياج للدولة لإنتاج الطاقة، ويكون فيه تقليل ضرر للانبعاثات. تلوث الهواء الداخلي هو أكثر خطورة من التلوث الخارجي، مع الأخذ في الاعتبار مدى تركز الهواء في البيئات الداخلية. ووفقاً للنتائج الأخيرة، تحدث أكثر من مليوني حالة وفاة في كل عام بسبب تلوث الهواء الداخلي. إذن ماذا يمكننا أن نفعل بشأنه؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الكثيرون على أنفسهم كل يوم. وقبل أن نتمكن من فهم تأثيرات تلوث الهواء الداخلي تماماً، يجب أن نكون قادرين أولاً على فهم أسباب ذلك، بالإضافة إلى ما يمكننا القيام به لتحسين جودة الهواء في الداخل والخارج. بالنسبة لجودة الهواء في مشاكل عدة. إذا كان في عندنا نوعين من جودة الهواء، جودة الهواء خارجية وداخلية. جودة الهواء الخارجية ممكن أحد أسبابها الملوثات الصناعية من المصانع، من محطات توليد الكهرباء، محطات توليد المياه، كذلك من السيارات، عوادم السيارات، أو تكون شيء طبيعي اللي هو طبيعي عن طريق الغبار، أو تكون عواصف موجودة. هذه كلها تكون أسباب للملوثات. هذا بالنسبة للتلوث الخارجي. بالنسبة للتلوث الداخلي تكون عدة أيضا مصادر، منها يكون عدم تهوية، التهوية يكون فيها مشكلة بداخل البيت، ممكن يكون عن طريق التكييف، ممكن يكون عن طريق مثل عندنا بالكويت تستخدم البخور بكثرة، هذا يعتبر ملوث. فهناك أكثر من مصدر، بالذات من أهم المصادر هو المطبخ عموما. يعني طبعا في حالة التلوث سواء خارجي، إذا كان خارجي فالأفضل أن الواحد يعني يكون قاعد بالبيت، يحاول ما يجهد نفسه خارج البيت عن طريق ممارسة الرياضة في جو يكون فيه تلوث عالي، فالأفضل يكون يعني يقلل نشاطه خارج البيت. أما إذا في حالة داخل البيت وشاف أن التراكيز بدأت ترتفع بشكل كبير، فالأفضل يبطل التكييف، يبطل الشباك، بحيث يدخل الهواء الخارجي داخل البيت. هذا يساعد بشكل كبير على تقليل تراكيز الملوثات داخل البيت. النصائح التي يمكن اتباعها للحد من تلوث الهواء: 1- الحفاظ على الطاقة عن طريق إطفاء أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الكهربائية في حال عدم استخدامها. 2- استخدام المصابيح الكهربائية والأجهزة الموفرة للطاقة. 3- الجمع بين المهمات ليصبح عدد التنقلات بالسيارات أقل. 4- صيانة السيارات بشكل جيد ومنتظم، واتباع إرشادات الشركات المصنعة حول الصيانة الروتينية مثل تغيير الزيت والفلاتر وفحص ضغط الإطارات وضبط استقامة العجلات. 5- الحرص على عدم إراقة البنزين عند ملء السيارة أو ملء معدات الحديقة الآلية. 6- اختيار المنظفات الصديقة للبيئة. احنا دولة صحراوية، الرجاء في حالة الغبار
نبي إذا طلعتهم برا تلبس الكمام. وكنت أنصح وأرشد أن تكون ثقافة مجتمعية، أن نعلم أولادنا في المدارس، أن نعلمهم إذا صار يوم غبار البس الكمام. والله العظيم جدا 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 مهم يقلل، لأن احنا عندنا هذه ذرات الغبار اللي موجودة في دولة الكويت غير الموجودة في الدول الأوروبية. اللي في الدول الأوروبية كيميائية، لذلك وضعوا لها معايير متشددة. اللي احنا ذرات غبار هي طبيعية، لكن حاليا الدراسات العلمية الحديثة تبين أن حتى ذرات الغبار الدقيقة تؤثر في جسم الإنسان، قد تسبب له جلطات إذا راحت مع البلد ستريم اللي هو الدم، قد تسبب جلطات دماغية. لذلك نقول احنا البسوا الكمام بالنسبة للغبار. وحاليا والفترة اللي احنا فيها وفترة كورونا اضطر المواطن والمقيم انه يلبس الكمام، سبحان الله، يعني كأمر، هو مو أمر، هي كحماية للشخص. يعد مجال حماية البيئة وبالأخص الهواء من أبرز المجالات التطبيقية التي تواليها تكنولوجيا النانو اهتماما كبيرا، وذلك نظرا إلى الترابط بين صحة الإنسان والظروف البيئية التي يعيش فيها. هذا الجهاز عبارة عن جهاز النانو، يتقسم من ثلاث أجهزة، وهو الكوندنسيشن بارتيكل كاونت كاونتر عفوا، والنانو انهانسر، وعندنا الكتروستاتيك كلاسيفاير. هذا الجهاز يقيس عندنا الجسيمات العالقة ذات الحجم اللي بالنانو، بمعنى ان هذا الجهاز وهذا الجهاز يقيس عندنا نسبة العوالق اللي تكون حجمها ما بين 7 إلى 300 نانو. في حال اذا حطينا دعم للجهاز عندنا، هذا الجهاز يقيس من 1 إلى 30 بدعم من الكوندنسيشن بارتيكل كاونتر. بالنسبة القراءات بعد ما تطلع عندنا تبدأ يعطينا مثل القراءة هذه اللي هو حجم العينة، وأيضا إيش كثر هي كميتها أو عددها من خلال 120 ثانية، بمعنى الدقيقتين. فهو كل دقيقتين يعطينا قراءة معينة ونبدأ نستخدمها في الدراسة. هناك أجهزة أخرى لقياس تلوث الهواء والمضار المترتبة على هذا التلوث. طبعا هذا الجهاز يسميه اير فيجوال، هو جهاز يعتبر جديد في الكويت، يستخدم في قياس تركيز جسيمات الصلبه اللي هو 2.5 والجسيمات الصلبه 10 اللي نسميه بي ام 10 وبي ام 2.5. كذلك يقيس تركيز ثاني اكسيد الكربون، ممكن يستخدم داخل البيت او خارج البيت. طبعا فكره الجهاز انه من وراء هني ياخذ عينه الهواء تمر من داخل الجهاز، ويكون في شعاع ضوئي الجهاز هذا يعني يفرزه لعينة الهواء. قيمة الامتصاص الملوثات لهذا الضوء نقدر نحدد منه التركيز، فيعطينا قراءة تراكيز، فممكن نعرف تركيز اللي هو PM 2.5 والPM 10 وكذلك تركيز ثاني أكسيد الكربون. يعتبر الغبار في الكويت من الظواهر الطبيعية، وبسبب تغير المناخ وعملية التصحر المتزايدة تزايدت المشاكل بشكل كبير كظاهرة متعددة العوامل. لا يوجد حتى الآن إجماع واضح على المصادر أو الحلول المحتملة للمشكلة، فتهب العديد من العواصف الترابية كل عام على منطقة الخليج العربي، وتتأثر البلدان بشكل مباشر. نلاحظ ان جودة الهواء في دولة الكويت جيدة الى حد ما، باستثناء ملوث واحد اللي هو الغبار بجميع انواعه. الهيئة العامة للبيئة اليوم ترصد 3 أنواع من الغبار على حسب حجم ذرة الغبار. فعندنا 10 مايكرون وهي اكبر انواع ذرات الغبار، وال2.5 مايكرون وال1 مايكرون. نلاحظ ان هذه الذرات قاعد يرتفع تركيزها اثناء العواصف الترابيه، وهذا امر طبيعي لان عاصفه ترابيه، يعني مصدر هذا الغبار هو الصحراء وليس الانشطه الصناعيه. بالتالي يمكن لاحظنا في اثناء كوفيد 19 او جائحه كورونا، واثناء الحظر الكلي والجزئي اللي مرت على دوله الكويت، نلاحظ انخفاض كبير في الملوثات، وصلت إلى أرقام قياسية ما شهدناها بالسنوات السابقة.
ولكن ذرات الغبار لأنه مصدر طبيعي ما زال ثابت أثناء الجائحة وأثناء الحظر الكلي والجزئي. ويمكن أن تسبب العواصف الترابية تلك في إعاقة الرؤية على الطريق وعلى الكثير من حالات الاختناق، خاصة لدى كبار السن والأطفال والمصابين بالأمراض الصدرية.